بابا ايه يا يوسف؟ معلش كنت عايز فلوس الدرس. ماشي، عايز كام يعني؟ 10 20 90 جنيه يا بابا. ايه 90 جنيه في حصه ليه؟ يا بابا هي دي الاسعار دلوقتي. 90 جنيه ها؟ امسك. يعني انا لو كلمت المستر وسالته هيقول لي 90 جنيه؟ ايوه طبعا يا بابا، امال هكدب؟ يا رب يجي بفايده. بعد اذنك اهو. انا مش مرتاح للواد ده. 90 جنيه 90 جنيه مش فاهم انا بصراحه. تعال خلص الشوكولاته كلها، واحد نفسه في حاجه حلوه والله. يا بابا. ايه يا يوسف؟ معلش بابا كنت عايز منك حاجة. اؤمر. كنت عايزك بس تسيب لي فلوس على المكتب عشان حضرتك بتنزل الصبح بدري وانا ما بلحقكش. تاني يا ابني انت مش لسه واخد 90 جنيه؟ يا بابا اعمل ايه؟ طب ما انا معايا درس تاني. يعني انت كل مادة ب 90 جنيه؟ لا يا بابا دي الحصة مش المادة. في الحصة؟ رب صبرني صبرني. اتفضل اما نشوف اخرتها. انا مش عارف الاسعار دي كانت على ايامنا ازاي كده يعني. يا اخويا احنا فين وهم فين؟ انا حاسس الواد ده مخبي حاجه، خلي بالك. لا 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 انا قلبي مش حاسس كده، خلي بالك قلب الام. مش عارف انت بس طيبه. فتش كرومبو اللي جواها بيقول لي كده. طب قول لي بقى الكرومبو يهدى شويه، الولا مش بيكذب يا ابو عادل. اسكتي اسكتي هوريكي. راح فين يا يوسف؟ راح درس اهو. درس ها؟ اوصلك؟ ماشي. توقعت هارج. لا روح انت، مش هوصلك. اكيد ياخد احتياطاته يعني. اما نشوف. الحمد لله على السلامة يا يوسف. ايه اتخضيت ليه؟ لا يخدني بابا، انا ما خدتش بالي ان حضرتك قاعد. ها؟ فيها بابا؟ هتكون مخبي حاجة كده ولا حاجة كده؟ ولا حاجة خالص يا بابا. اه يعني معكش حاجة خالص. ايه ده؟ كراسة يا بابا. كراسة. اه ودي؟ لا اه. طيب عدي. طب ما حضرتك حاسس عشان عدي يا بابا. اه عدي عدي. مش قد بالراحة كأنك مش مخبي نسيبة. هو حضرتك بتقول حاجة بابا؟ ولا حاجة. ايه مش عايز حاجه النهارده؟ ايه بابا؟ حاجه زي ايه بابا؟ ها؟ 90 جنيه ولا حاجه عشان الدرس؟ والله كنت لسه جاي اقول لحضرتك. كنت جاي تقول لي ها؟ امسك. وفي ايه بابا؟ اوصلك؟ ماشي يا ريت يا بابا. مش هوصلك. انزل. ايوه مين هنا؟ سنتر مستر عصام وانا الاسيستنت ابو عادل. يوسف ابني هنا معاك. موجود يا فندم. معاكوا؟ ها معانا. ايوه. طب قولوا له بابا بره. بابا في حاجه ولا ايه؟ بابا متوتر مردود باين عليك. ما مخبي حاجه طبعا، خايف اعرف من المستر سعر الحصه. ها؟ لا لا بابا هتخض ليه؟ مفيش اي حاجه تخض منها. فين المستر؟ انا عايز المستر. ازي حضرتك؟ الاسعار بقت صعبه يا راجل. سعر الحصه ب 90 جنيه. ده كان من ساعتين، دلوقتي بقت ب 100. بقت ب 100؟ يا ريتني ما جيت. متشكر متشكر. بقت الحصه ب 90 جنيه اهي. امال الولد ده كان خايف من ايه؟ خد لك. كنت خايف من ايه انت؟ ما عملتش الواجب. ما عملتش الواجب؟ ما بتعملش واجب ليه؟ حصه ثمنها 90 جنيه، الله يخرب بيتك. معلش يا بابا. اوعى اوعى. خلاص ما تضايقش نفسك، مش هو اتاكد. طب اقفل اقفل عشان دي. مساء الخير. الحمد لله على السلامة، أخبار المفتش كرومبو إيه صحيح؟ كويس كويس، سلام عليكي، سلام عليكي.